بارك إلى الحديث 206، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني في عيد أضحى أو في عيد فطر إلى المصلى، فصلى يعني صلى العيد، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قالوا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الحديث ورده البخاري في عدد من الأبواب والكتب، في كتاب الحيض ترك الحائض الصوم وشهادة النساء، والحائض تترك الصوم والصلاة، وباب الزكاة في على الأقارب. أما أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهو معروف، فقد روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم في يوم عيد، إما في عيد أضحى أو في عيد فطر. ابن مسعود حدث بهذا الحديث بعدما أسنى، فهو لا يذكر تحديد اليوم، لكن يعرف أن صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر كلاهما الصلاة ركعتان ثم الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعظ فيهما ويوجه، فهو لا يهمه تحديد اليوم، إنما أراد أن يخرج بالفائدة إلى الناس. يقول: خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى. وقد تقدم في السابق أن الأصل في الصلوات التي تقام جماعة، الأصل فيها أنها تقام في المساجد، هذا الأصل. وقد ذكر أهل العلم أن أهل مكة لم يعرف أبداً منذ أول الإسلام أنهم صلوا العيد أو الأضحى، يعني صلاة العيد أو صلاة عيد الأضحى، أنهم صلوها في غير المسجد الحرام. فلم يكن أهل مكة بعد فتح مكة لم يكونوا يخرجون إلى مصلى في الصحراء يصلون فيه، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابه من أهل المدينة، يخرج بهم إلى المصلى. فذكر بعض أهل العلم أن الأصل في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، وقال بعضهم: كلا، بل الأصل أن تصلى في المساجد إن كانت تسع للناس، فإن لم تكن المساجد تسع للناس فإن الصلاة في المصلى يكون بديلاً عن المسجد. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المصلى ولم يأمر بهذا، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لأصحابه: صلوا في المصلى فإن الصلاة في المصلى بكذا وكذا، أو مثلا: من صلى في المصلى فله كذا عمن صلى في المسجد، يعني لم يمدح عليه الصلاة والسلام ولم يشجع بقوله الصلاة في المصلى في البر، إنما ونقصد بالمصلى الصحراء. فالناس في العيد خاصة اليوم في القرى إذا أرادوا أن يصلوا العيد خرجوا إلى إما مكان سور كبير يكون أرض فضاء فيصلون فيها، قد تكون في داخل البلد لكن أرض فضاء، يأتون بسجاداتهم، أو أحيانا تكون هناك جهات وزارة شؤون إسلامية أو إدارات شؤون دينية هي التي تفرش المصلى أو تفرش بعضه، فيأتون ويصلون فيه. اليوم هذا موجود، تجد في القرى أظهر منه في المدن. المدن بدأوا يصلون في المساجد في كثير من الأحيان، لأن الأراضي الفضاء البيضاء يعني أكثرها عمر أو جعلت مرافق ولم تحبس على صلاة العيد. فقال بعض أهل العلم إن الأصل إقامة صلاة العيد جماعة، سواء صليت في المسجد أو صليتها في مصلى يعني في صحراء. وقال بعضهم: كلا، بل الصلاة في المصلى أفضل وأولى من الصلاة في المسجد. فالأظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الجمعة وهي أفضل من صلاة العيد،
بلا شك صلاة الجمعة كان يصليها في المساجد، ولو كانت الصلاة في المصليات أفضل لصلى صلاة الجمعة في المصليات، ولكن لأن اجتماع الناس في صلاة العيد يكون أكثر والجمع أكبر وأعظم، وكانوا يأتون الأعراب يأتون من البوادي حتى يشهدوا العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل أيضاً أن في يوم العيد يكون الأسواق مليئة وكذا، فهم يريدون أن يأتوا ويصلوا ويدخلوا السوق ويأخذوا ما يحتاجون ويعودوا، فكان الجماعة في يوم العيد أكثر من الجماعة في الصلوات العادية صلاة الجمعة أو الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المسجد يضيق بهم، ولذلك خرج بهم إلى المصلى، لكن لم يثني على من صلى في المصلى عمن صلى في المسجد. وأيضاً هو عليه الصلاة والسلام مع أفضلية الصلاة في مسجده، يعني هو عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة مما سواه، ومع ذلك إذا جاءت صلاة العيد أخرج الناس وصلوا خارج المسجد. طيب إذا كانت الصلاة في مسجدك يا رسول الله أفضل من الصلاة في غيره، فلماذا يخرجون إلى المصلى؟ قال أكثر أو قال بعض أهل العلم إنه خرج بهم إلى المصلى لا لفضل الصلاة في المصليات، وإنما لأن العدد كبير وبالتالي المسجد يضيق بهم. وبعدين هم كانوا في السابق، تعلمون أنتم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيوت حوله، وكانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصقة له، والناس يأتون على دوابهم، هذا معه بعير وهذا معه بعير، فإذا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1000 أو 2000 أو 3، رأيت الإبل بهذه الأعداد الكبيرة حول المسجد، وربما بعضها يتغوط أو يتبول، فيعني مع هذا الزحام يضيق الأمر بالناس، الزحام الشديد، ولذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في المصلى. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إن الصلاة في المصلى ليست بأفضل من الصلاة في المسجد، إنما خرج بهم لأجل الزحام، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا إنه عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى المصلى لأجل خصوصية صلاة العيد، يعني حتى يخصص صلاة العيد بشيء، وحتى يكون أظهر في إظهار قوة المسلمين، يعني كانت المدينة فيها يهود وفيها منافقون، فإذا رأوا المسلمين في المصلى والمصلى يعني صحراء وبالتالي العدد كأنه كثير، وهي معهم أطفالهم ومعهم نساؤهم والمسلمون في زينتهم وقد تطيب كل رجل وتزين وامتلأ بهم المصلى، قالوا هذا يجعل في قلوب أعدائهم هيبة لهم، قالوا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يخرج بالنساء لتكثير العدد، حتى كان عليه الصلاة والسلام يأمر الحيض التي ليس عليهن صلاة يأمرهن بالخروج إلى صلاة العيد وشهود دعوة المسلمين أن يشهدن الدعاء يعني، لكن ليس لهن أن يدخلن في المصلى نفسه لكن يبقين في مكان خاص بهن. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام النساء ويأمر ذوات الخدور وهن الفتيات اللاتي صغار ولم يتزوجن وفي الغالب يخجلن من الخروج ومن يعني رؤية الرجال أو المرور عليه على الرجال، يأمرهن عليه الصلاة والسلام أيضاً بالخروج إلى العيد، قالوا حتى يكثر عدد المسلمين. فهذا هو القول الثاني أن الصلاة في المصلى أفضل لأجل إظهار كثرة المسلمين وكثرة عددهم ويعني وإظهار الهيبة والقوة في قلوب أعدائهم ونحو ذلك. فالمسألة فيها هذان القولان، وكلاهما حقيقة قول قوي، وإن كان يعني اليوم قد يشق على الناس الصلاة في المصليات خاصة إذا كانوا في المدن، يشق عليهم أن يصلوا أن يخرجوا من المدن للصلاة في المصليات، وصارت اليوم المساجد الكبرى تقام فيها صلاة العيد فلا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول إلى المصلى فصلى ثم انصرف، هذا فيه تقديم صلاة العيد قبل صلاة قبل الخطبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكان الناس بعدما يصلي العيد ركعتين منهم من يبقى في المسجد أو يبقى في المصلى ليستمع إلى خطبة العيد ومنهم من يخرج، وذلك أن استماع خطبة العيد ليس واجبا. الفرق بين خطبة العيد وصلاة وخطبة الجمعة أن خطبة الجمعة
الاستماع إليها واجب، من مس الحصى فقد لغى، لا يجوز أنك تتحدث مع اللي بجانبك، لها ضوابط شرعية. أما خطبة العيد فلو أن الإمام قام يخطب وأنت مثلا يعني قرأت جوالك الرسائل أو رديت على التلفون أو تكلمت مع من جانبك، هذا يجوز، لكن ليس هو الأفضل بلا شك. الأولى أنك تستمع إلى الخطيب، ولا يليق أن الخطيب يخطب العيد بالناس وهذا يتكلم وهذا جواله يرن وهذا يضاحك ولده وهذا يتحدث مع اللي ما يليق. لكن نقول هل تفسد صلاته بهذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. في الحديث الآخر: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. يعني لو أنك في خطبة الجمعة والإمام يخطب وصاحبك تكلم فقلت له مثلا ابقى ساكتا، أو يا أخي اسمع الإمام، أو من قال لصاحبه أنصت، لاحظ يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، قال فلا جمعة له، من التشديد في وجوب الإنصات إلى خطبة الجمعة. خطبة العيد ما فيها هذا التشديد، لكن الأولى أنك تستمع طبعا. لكن لو واحد فرضا أثناء خطبة العيد طلع الجوال ورد على أهله، سألوه عن شيء أو قرأ رسالة، هذا يجوز، وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ينبغي أن ينصت إلى الإمام، لكن لا يفسد صلاة، لا يفسد عيده بهذا. فيه أيضا هنا قوله: فصلى ثم انصرف، أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه من بعده، حتى جاء بعض الخلفاء بني أمية قالوا: فدخل المصلى وكان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه راوي الحديث كان موجودا في الصف الأول، فجاء هذا الخليفة وتوجه مباشرة للمنبر، فأمسك أبو سعيد بردائه وقال له، يعني الخطيب هذا الخليفة تعدى المحراب وراح بيرقى المنبر، أبو سعيد جالس خلف المحراب: يا أخي صلي أول. فتعلق أبو سعيد بردائه وقال له: الصلاة قبل الخطبة، أنت وين متوجه للمنبر؟ صلي ثم اخطب. وقد أراد هذا الخليفة أن يلزم الناس باستماع خطبته، لأن الناس لن يمشوا ولن يتفرقوا قبل أن يصلوا العيد، فبينتظرون حتى يصلوا العيد، لا يمكن أن يخرجوا أثناء الخطبة، فهو أراد أن يستمعوا كل الخطبة ثم يصلوا العيد، وهم جاءوا للصلاة في الأساس، الأساس عندهم الصلاة ليست الأساس الخطبة. فتعلق أبو سعيد بردائه وقال له: الصلاة قبل الخطبة يا أمير، الصلاة قبل الخطبة. قالوا: فجبذ رداءه وقال: قد ترك ما هنالك، ترك ما هنالك، يعني لن أطيعك أو مالك شغل أو نحوه. ثم رقى وأخذ يخطب، وجلس أبو سعيد يستمع، وهذا من عقله رضي الله عنه. يعني أبو سعيد من حكمته يعلم أن قيامه وخروجه من المصلى سيحدث فتنة في يوم العيد. هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو شيخ وقد أسن، وهو راوي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكون أبي سعيد لما بدأ يخطب يطلع من المصلى يعلم أن هذا سيحدث فتنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يوازنون بين الأمور، يعني كون هذا الرجل خالف السنة هذا خطأ، لكن كوني أخرج وقد يتبعني أقوام فيغضب هذا الخليفة ويأمر الشرط بإمساكهم، هذه فتنة أعظم من مخالفة السنة. فلو خالف السنة وما طبقها الصلاة صحيحة، لكن مجلس استمع. هذا مثل ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس في الحج لما صلى في خلافة عثمان، صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بالناس وأتم الصلاة في منى، وابن عباس قد صلى مع عمر ومع أبي بكر وقبلهما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلهم كانوا يصلون ركعتين ركعتين في منى، أنت يا عثمان تصلي أربعا. فجاء ابن عباس إلى عثمان وقال: الصلاة ركعتان، كيف يعني بتغير؟ طبعا ابن القيم بالمناسبة ذكر أسبابا كثيرة لماذا عثمان صلى أربعا. قيل إنه رأى زحاما وأقواما أول مرة يشهدون الحج، فخشي أن يصلي ركعتين فيظنون أن الصلاة دائما ركعتين، وهو لا يستطيع يبلغهم كلهم، فصلى أربعا حتى يعلموا أن الصلاة أربع وليست اثنتان. وقيل إنه تزوج في مكة
وصار من أهلها، فرأى أن يتم ولا يقصر، وغير ذلك من الأسباب. المقصود أن ابن عباس لم يطعه عثمان وصلى أربعا، وجاء ابن عباس صف وراءه وكبر وصلى مثله أربع. فقيل له: ابن عباس، لما لم تصلي وحدك؟ أنت يا ابن عباس لو تركت عثمان وأخذت يمينا أو يسارا وكبرت تصلي ركعتين لاجتمع خلفك جمع وصلوا بصلاتك. أنت يا ابن عباس معروف بعلمك وفقهك، وابن عباس حبر الأمة يعني. فقال ابن عباس: الخلاف شر، الخلاف شر، حتى لو خالف السنة، إلا أن الصلاة صحيحة، لو خالف السنة هذا أخف من أن يكون المسلمون اجتمعوا على إمام واحد آتي أنا وأفرقهم، أصير أنا إمام في إمام آخر. وهذا حقيقة من التوازن الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله عنهم، حرصهم على أن تجتمع الكلمة ويتوحد الصف. فهنا أبو سعيد مع أنه راوي الحديث في أن الصلاة قبل الخطبة، ومع ذلك لما صلى وراء هذا الخليفة ولم يطعه الخليفة جلس أبو سعيد وصلى. والصلاة عموما السنة في صلاة العيد أن يقدم الصلاة ثم الخطبة، ولكن لو قدم الخطبة ثم الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهو قول عائشة أيضا رضي الله عنها، وقول يعني بعض الصحابة، قالوا بأن الخطبة تقدم على الصلاة، لكن الصحيح أن الصلاة تكون قبل الخطبة. يقول: فصلى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف، انتهى من صلاته، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. أمرهم بالصدقة لأنه يوم عيد، وفي يوم العيد يعني يسن أن يوسع على الناس وأن يدخل السرور على قلوبهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمرهم، وعظهم وخوفهم من الله، وعظم الله في قلوبهم هذا الوعظ، التخويف من الله تعالى وترقيق القلب. ثم أمرهم بالصدقة: تصدقوا يعني من ثيابكم، تصدقوا من طعامكم. هذا يوم ينبغي التوسعة على الناس فيه، الفقير الذي لا يجد طعاما ما يحتاج أنه يشحد، الناس يأتون يتصدقون عليه. الفقير الذي ولده ربما ليس عليه لباس جديد ما يحتاج أن يطلب منك ذلك، أنت تعال وتصدق عليه، ونحو ذلك. فجعل عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته ونزل، فمر على النساء وهو ماشي عليه الصلاة والسلام، مر على النساء جالسات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى بأصحابه في المسجد أمرهم بالمكوث قليلا حتى تخرج النساء، بعدين يطلعونهم، حتى يعني لا تحرج النساء من الزحام في الطريق ونحوه. وقال عليه الصلاة والسلام: أيوما لو تركنا هذا الباب للنساء، فخصص بابا في المسجد للنساء يخرجن منه. فمر عليه الصلاة والسلام على النساء أول ما انتهى من خطبته وهن مجتمعات، قال: يا معشر النساء. طبعا في هذا تخصيص النساء بوعظ في الخطبة، ولذلك اليوم الخطبة خطباء العيد تجد أنه يعني يخطب الخطبة ثم في آخر الخطبة يخص النساء بموعظة، يتكلم عن تربية الأولاد، عن مثلا التعامل مع الزوج، عن الحجاب، شيء يتعلق بالمرأة. يعني الأفضل الخطيب أن يفعل ذلك في خطبة العيد، الأفضل أن يفعل ذلك، لأن النساء التي يحضرن في خطبة العيد أكثرهن لا يحضرن في خطبة الجمعة، وبالتالي يسمعن من الموعظة ما لا يسمعنه في غيرها. أيضا حضور النساء في صلاة العيد لا بأس به، لكن يحضرن تفيلات مثل ما جاء في الحديث، يعني غير متزينات. أما المرأة التي سوف تحضر لصلاة العيد وهي ربما قد تعطرت وتزينت، هذا لا يليق بها أن تشهد الصلاة وهي متزينة. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهي تتكلم عن عصرها قبل أن تموت عائشة، يعني اللي كان في عصرها هن صحابيات أو تابعيات، يعني إما صحابيات وإما بنات صحابة، ومع ذلك عائشة تقول عنهن: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد. فبالله ماذا تقول عائشة لو رأت النساء اليوم؟ وإن كان لله الحمد يعني
النساء اليوم التي يخرجن إلى المساجد يعني في أكثر الأحيان من فضل الله أنهن يعتنين بحجابهن ويعني ألا يقع منهن فتنة ونحوه. الإمام مالك منع النساء من صلاة العيد وقال يعني تبقى في بيتها. أبو حنيفة في قول أيضا، والطحاوي يقول كان يأمرهن بالخروج لتكثير عدد المسلمين لوجود يهود في المدينة، فيريد اليهودي لما يطلع يرى الجمع العظيم فيقع في قلبه هيبة من المسلمين. هذا من الحكم يعني، وإن كان من الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل السرور على النساء كما يدخله على الرجال، فإذا خرجت المرأة ورأت الناس يضاحك بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، وهي أيضا ربما رأت نساء يعني نساء لم ترهن من زمان لتباعد البيوت لكنهن اجتمعن في العيد، يحصل لها من الفرحة والتغيير وتشعر أن هذا اليوم يوم مهرجان كبير، هذا يوم العيد فيه من الفرحة والسرور. وترى أيضا من السنة في العيد إظهار الفرح والسرور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى بيته وكان عند عائشة جاريتان تضربان بالدف في يوم عيد، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في زاوية وتغطى بلحافة حتى لا يحرج الجاريتين الصغيرتين، فدخل أبو بكر فلما رآهما قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. سكت أبو بكر، هذا يوم عيد، قال له هذا يوم عيد، ولتعلم يهود أن ديننا فيه فسحة وفيه سعة صدر وفيه فرح. وجاء أبو بكر وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة فأشرت لهما أن يخرجا، من عقلها أيضا علمت أن, أن, أن وجود الفتاتين يعني فيه أو البنتين الصغار جاريتين أن وجودهما في حرج الآن مع وجود أبيها ووجود النبي عليه الصلاة والسلام وهن كن جالسات معها نساء مع بعض، فأشارت لهن فخرجتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص يوم العيد بمثل هذا، ولذلك يعني أيضا الإخوة الذين في الخارج، أنا أقول أحيانا للإخوة اللي يسكنون في أوروبا، المسلمون في أوروبا اليوم آخر تعداد لهم أنهم وصلوا إلى 56 مليون في أوروبا، وأوروبا ترى ما هي بكبيرة، أوروبا يا جماعة كل أوروبا لا يتجاوز مساحتها 4 ملايين وشيء، يعني المملكة فقط مساحتها 2,600,000 يعني يمكن أكثر من نصف أوروبا، فهي أصلاً ليست كبيرة، وعدد سكانها يعني إذا قارنته بغيرها ليس بالعدد، ومع ذلك المسلمون فيها كثير. وإذا جاء يوم عيد كريسمس ورأس السنة رأى أطفال المسلمين من المظاهر ما يدل على تغير البلد، رأوا شجرة عيد الميلاد ورأوا الأفراح في كل مكان والأغاني ولذلك نقول أحيانا للمسلمين اللي في الخارج أظهروا في يوم العيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى من الفرح والسرور، واعملوا برامج لأولادكم في المركز الإسلامي يعني ألعاب ومسابقات، واستأجروا ألعاب مثلا ضعوها في ساحة مقاربة للمسجد، أو استأجروا مكانا يخرجوا إليه الأطفال حتى يشعروا أن في ديننا فسحة وأن يوم العيد يوم يترقب. يصبح الطفل يسأل أباه يقول متى يأتي عيد الفطر، يا أبي متى يأتي عيد الأضحى، لأنه انطبع في ذهنه أن في هذا العيد المركز الإسلامي يعمل لنا نشاطات كثيرة ونفرح ونبتهج وكذا. أما أن يصبح الطفل يترقب فقط عيد كريسمس أو عيد رأس السنة وهو مسلم لما يرى من المظاهر فهذا لا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء حتى الحيض، يقول يوم عيد لا تجلسي في البيت، أطلعي واشهدي دعوة المسلمين وشوفي الفرحانين والناس اللي والأطفال الذين يتضاحكون ويلعبون، حتى لو كنت لن تصلي معنا برضو أطلعي وشوفي الناس لأن في يوم عيد. يقول فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فمر على النساء، وهو ماشي عليه الصلاة والسلام مر على النساء، قال يا معشر النساء. المعشر هو الجماعة من الناس، كما تقول يا معشر الناس، يا معاشر المؤمنين، كما تقول أقبل نفر، أقبل رهط، هذه كلها ألفاظ تقال في العربية للدلالة على الجمع. فيقول لك إذا قلت رأيت نفرا من الناس أو أقبل نفر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام
قالوا النفر هو ما بين 3 إلى 9 هكذا. طيب قالوا أقبل رهط، قالوا هو ما دون 10، وبعضهم يقول ما دون 20 ونحو ذلك. فكذلك المعشر تطلق على المجموعة من الناس، مثل لما تقول يا جماعة اسمعوني، وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء، قال يا معشر النساء تصدقنا. ترى الصدقة ليست خاصة بالرجال، أيضا أنتن أيتها النساء مأمورات بالصدقة. وكم من النساء اليوم أيضا هن يعني أتجر من الرجال. اليوم بعض النساء تكون ورثت من أبيها أو من أمها أحيانا، أو ربما اشتغلت بتجارة أو نحو ذلك، وصار عندها من المال ما ليس عند الرجال، وأصبح عندها يعني ما تتصدق به وما تزكيه. وعليه الصلاة والسلام أيضا أخبرهن قال يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأظن أننا شرحنا في الأسبوع الماضي، شرحنا المراد بكيف النساء يكون أكثر أهل النار، أو الرجال يكونوا أكثر أو أكثر أهل الجنة أيضا. وضربت لكم مثالا حتى يرد على بعض الناس الذين يعني يقول كيف النساء أكثر أهل النار والمرأة بعد تأخذ نصف ميراث الرجل، إيش تركتم مثلا؟ وهو يتكلم بهذا وهو إما جاهل وإما كاذب، إما جاهل وإما كاذب. وأعجبني أمس واحد يعني ألقى محاضرة في يبدو أنهم في بريطانيا أو كندا، يتكلم بالإنجليزية يعني، وكان يقول في أثناء كلامه والإسلام يحرم العلم ويحرم التكنولوجيا. ثم انتهى من محاضرته فقام طالب مسلم وطلب التعليق فأذن له، وكان جريئا، فقال إنك قد قلت الإسلام يحرم العلم ويحرم التكنولوجيا، أعطني دليلا وإلا فأنت إما كاذب وإما جاهل. فصفق له الناس، فذاك التبس عليه الأمر، قال نعم أعطني دليلا من القرآن أو من السنة نص، وإلا فأنت إما كاذب وإما جاهل. ففتح كتاب بين يديه، وإذا هو كتاب للإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله، متوفى سنة 450 للهجرة، يعني متوفي قبل 400 سنة تقريبا. وبالمناسبة ما عاش طويلا، هو ولد عام 405 وتوفي 450، يعني 45 سنة تقريبا أو قريبا منها. وله كتاب يرد به على الفلاسفة اسمه تهافت الفلاسفة، تهافتهم يعني تساقطهم. فهو في هذا الكتاب ينقل عن الفلاسفة ويرد. فجاء هذا الرجل المتحدث وفتح الكتاب وقرأ صفحة، الصفحة ليست لأبي حامد، ينقل عن أحد الفلاسفة، الكتاب مترجم. فقال له معي الدليل، قال ما الدليل؟ قال شوف كتاب تناقض الأنبياء. فقال ورني الغلاف، قال ما هو بتناقض الأنبياء، أنت حتى الترجمة غلط، هذا اسمه تناقض الفلاسفة، وارجع صفحتين، هذا الغزالي يقول قال فلان، أصلا هو ينقل عن أعداء الإسلام ونحو ذلك. يعني الذي يتأمل في الشبهات التي تثار على الإسلام، مثل ما ذكرنا مثلا لما يقول لك النساء أكثر أهل النار ويأخذنا نصف الذي يعترض يعني إما جاهل وإما كاذب مفتري على الإسلام. وقد تقدم معنا كيف الرد عليه، وأن كما أن النساء أكثر أهل النار كذلك النساء هن أكثر أهل الجنة. والإحصائيات العالمية التي تدرس اليوم الولادات وغيره يعني تثبت بالإحصائيات والأرقام أن عدد النساء الآن في زيادة عن عدد الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان يقول حتى يصبح لخمسين امرأة قيم واحد، إما من كثرة الولادات وإما من كثرة الحروب. ترون اليوم في الحروب أكثر من يقتل الرجال، سواء الحروب التي يعني في الشام أو في غيرها، تجد أكثر من يموت هم الرجال، وبالتالي تبقى النساء. بل حتى أحيانا الفتيان الذي عمره 16 سنة و17 يطلع للقتال ويقتل. فقال بعض العلم إنه لا يدل على زيادة النساء في الولادات الإناث، وإنما على المقتلة في الرجال. وقال بعضهم كلا، بل إنه يدل على أن الإناث يزدن في الولادة. فالمقصود أن قول عليه الصلاة والسلام تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار لا يدل على أن النساء اللي أمامه سيدخلن النار،
أو أن جنس المرأة جنس شرير وبالتالي بيدخل النار مثل ما يقول بعض مثلا النصارى في شبهاتهم، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام من باب الوعظ. مثل لو قلت أنت مثلا يا فلان لا تكذب فإن الكاذب يدخل النار، قال أن تحكم عليه بالنار، تقول لا إنما أقول هذا على سبيل الوعظ والتخويف حتى تبعد عن الكذب. فهو قوله عليه الصلاة والسلام أريدكن أكثر أهل النار، قد تقدم معنا الشرح هذا وبيانه، وفيه التغليظ في النصيحة. أحياناً في النصيحة قد تضطر إلى التغليظ، وقد يعني تستعمل الرفق واللين، فكان طبيعة نصائح عليه الصلاة والسلام الرفق واللين، لكن أحياناً قد يغلظ ويشدد. قلنا وبما يا رسول الله؟ ليش؟ وهذا يدلك أيضاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم عود الناس على أن يستمع إلى آرائهم ويفتح لهم باب الحوار معه، وهذا هو خلق الأنبياء. ما كان عليه الصلاة والسلام يمارس مع الناس أسلوب التدريس، أنا أتكلم وانت ساكت ولا يحق لك أنك تسأل أو تعترض أو التلقين، إنما كان يفتح المجال، ما في مشكلة، عندك سؤال في ذهنك شيء أعطني إياه، مثل ما قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام فلما جاءه وقص عليه القصص، جاء موسى إلى لما إحدى المرأتين دعته وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يقول الرجل الصالح لموسى، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. الآيات، يقول بعض يعني المفسرين قالوا هذا الرجل الصالح كان حسن الخلق مع بناته لينا، ولذلك البنت وهي تسمع رجلا أجنبيا يتكلم مع أبيها عن ظروفه موسى ويقول لا أنا طلعت من مصر ولا أستطيع أني أرجع لمصر لأني مهدد بالقتل، والآن أنا ما عندي أهل ولا عندي مكان آوي إليه، وأنا والله صار لي كذا يوم وأنا أمشي شوف قد تقطعت رجلاي وأنا جائع وأنا، فتبين للبنت أن هذا الرجل الجديد اللي عندهم ما عنده مكان يأوي إليه ولا يستطيع يرجع لأهله، فما ودنا نعطيه شوية طعام ويأكل ونقول اطلع دبر نفسك، ليش ما يشتغل عندنا؟ فاقترحت على أبيها، لو كان أبوها من النوع اللي ممنوع الكلام، أصلا من سألك يا بنت؟ من طلب رأيك؟ من أذن لك تتكلمي؟ لو كان يستعمل معها هذا الأسلوب دائما كلما تكلمت أسكتها لما تجرأت أنها تقترح، لكن لأنه واسع البطان ويستمع إليها يصوب يثني على الصواب ويصوب الخطأ تكلمت بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لما قال للنساء هذا الكلام أريدكن أكثر أهل النار، ما سكتت النساء وقالت والله شكله غضبان لذلك ما نتكلم، قلنا وبما يا رسول، ليش يا رسول الله أهلنا؟ ما احنا نصلي ونصوم ونقرأ قرآن ونتصدق، ليش كنا من أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن معصية بلا شك، وهو الدعاء على الآخر أن يطرد من رحمة الله، لما يقول شخص الثاني لعنك الله كأنك تقول له الله يطردك من رحمته، الله يجعل بينك وبين رحمته حائلا وحجابا، جعل رحمة الله ما تصيبك، هذا معناه أن تأمره أن، ولذلك أعوذ بالله إذا يعني خرج الإنسان من رحمة الله ماذا بقي له من خير؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن الله يرحمني ويدخلني الجنة، ولا أنا مثلكم بشر وضعيف. فقال تكثرن اللعن، أنت تغضبين فتلعنين ربما دابتك وتلعنين ولدك، وربما لعنت الرحى وانت تطحنين إذا ما اشتغلت، على لسانك اللعن كثير. وتكفرن العشير، العشير هو قيل الزوج وقيل كل مخالط، يعني أختك أمك أبوك كل واحد يخالطك ويبذل لك تكفرين به،
يعني ما تحفظين الود القديم، ويعني ربما أحياناً من طبيعة المرأة العاطفية التي خلقها الله تعالى عليها أنها إذا رأت إذا غلبت عاطفتها الجديدة على عاطفة سابقة انتقلت إليها. يعني مثل الآن لو امرأة عندها زوج وتحبه ويحبها ثم توفي عنها أو طلقها مثلا وتزوجت آخر، تجد هذه المرأة عندها قدرة تبدل عواطفها وتنسى الأول. أقول في الغالب، يعني في الغالب، ولا بعض النساء تبقى متعلقة بزوجها الأول، لكن في الغالب تنسى وخلاص وتبدأ تصنع عواطف جديدة مع الجديد. قرأت في بعض الكتب أن المسلمين حاصروا حصنا من حصون الروم وأطال الحصار، فأطلت امرأة من نساء الروم، فتاة أطلت تنظر وهي ابنة الملك، أطلت تنظر فرأت قائد المسلمين وأعجبها حسنه وجسمه وأعجبها الرجل فعشقته، فكتبت رسالة إليه: أني إن دللتك على موضع تفتحون منه الحصن تتزوجني؟ ورمت إليه الرسالة بسهم أو مع طير، أوصلت إليه الرسالة فرد إليها النعم، فأرسلت إليه أن هناك موضع يدخل منه الماء، يعني موضع سري يدخل منه الماء، فأمر أحد أصحابك جيد في الغطس ينزل في الماء ويغطس ويعوم فيه، يغوص حتى يخرج يفتح لكم الباب الفلاني. وفعلا ذهب إلا والله وجد الموضع، وقال: طيب من منكم يضحي؟ احنا ما ندري، يمكن يقتل بعد لما يطلع، وهم أصلا مجاهدون. فواحد منهم قال: أنا مستعد، وجاء ودخل، وفعلا فتح الباب وفتح المسلمون الحصن وقتل ملك الروم. فأراد أن يبيت معها، قالوا: فلما وضع لهما الفراش واضطجعت عليه هي، يعني وقد تهيأت له كما تتهيأ المرأة لزوجها، يعني فأخذت تتقلب ما استطاعت أنها تنام، فلمسوا الفراش وإذا الفراش لين، كيف؟ قالت: لا متضايقة، في شيء في الفراش. فنزعوا فقامت وأشعلوا السراج ونظروا، قالوا: وإذا ورقة من آس، يعني ورقة من زهور وردة، يعني ورقة من هالوردة طايحة على الفراش، فضايقت جسدها، فقال: يعني ما هذا الجسد الناعم الذي تعود على النعومة الشديدة لدرجة أن ورقة من وردة ضايقتك؟ ليست شوكة ولا غصن ولا كيف؟ كيف كنت تنامين؟ قالت: كان أبي يفرش لي أطباق الحرير، الحرير فوق الحرير فوق الحرير، وأنام عليه. أنا أول مرة أنام على فراش كذا قطن ولا اسفنج، وأيضا زدتوها أنكم حاطين وردة، فأنا ما تعودت أنام على هذه الخشونة. فقال: سبحان الله، إن كان أبوك قد فعل بك ما فعل وصنعت صنيعك حتى قتل لما رأيتيني، يعني نسيتي كل فضل أبيك بسبب أنك رأيتي قائد أعجبك وقتلت أباك وأسقطت مملكته لأجل بس نظرة إلى قائد أعجبك، فكيف غدا آمنك على نفسي وعلى ملكي وعلى مالي وعلى أهلي؟ قد ترين آخر من الجنود ولا من الأعداء ويعجبك ويعطيك سم أو شيء وتضعينه لي وأموت، كيف أأمنك؟ أنت زوجتي. يعني لو كان الإنسان مثلا شك في خادم، شك في حارس، لكن لما تشك في المرأة الملاصقة لك اللي تبيت معك على فراش واحد وأنت تنام في الليل وهي بجانبك، ممكن تطعنك، ممكن، ما تستطيع أن تأمن. قال: فأمر بها فقتلت شر قتله. فهذه يذكرونها إذا تكلموا عن هذا. وذكروا كذلك القصة المشهورة، قصة المعتمد بن عباد،
وهذه ذكرها التلمساني في نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ذكر أنه تزوج جاريته الرميكية وسميت اعتماد، هي اسمها اعتماد، وكان يحضر لها ما تريد من أنواع يعني المتع، ورزق منها بأولاد. فرأت مرة الجواري يخرجن إلى جانب البيت جانب القصر ويحضرن الماء من البئر، فهن لما يطلعن الدلو مع حمل الدلو جاريتين ثلاث يحملنه، الماء يتساقط على الأرض، ثم يبدأون يعبؤون في القرب فالماء ينسكب فيتحول إلى طين، فالجواري يخضن في هذا الطين، هي جارية وخادمة، فجالسة هي يوم في الشرفة وأعجبها المنظر، قالت للجواري كيف يعني تحسين وأنت قدمك في الطين، كيف تحسين وأنت شايلة القربة؟ قالت والله أحس أني شغالة، يعني أحس أني خادمة أشيل وأحط، أنت اللي كيف تحسين وأنت في هالشرفة تنظرين إلينا؟ فاشتهت أن تصنع مثلهن، فقالت لمعتمد بن عباد أنا اشتهيت أني أخوض في الطين مثل الجواري وأحمل كذا القرب مثلهن، ودي أصنع هذا، يعني نوع من التجربة في الحياة. قال لها ما تحتاجين أنت مخدومة. قالت لا والله أنا اشتهيت وأنا أصنع ذلك. قالوا فأمر بالمسك وأحضر من الخزينة وعجن عند البئر حتى تكون رائحته حسنة، وأمر بالجرار فطعمت بالذهب، يعني قال لها بننفذ اللي تريدين لكن أعطينا أسبوع نتجهز، حتى إذا صنعوا هذا جاءت هي وبناتها ودخلنا في المسك والعنبر وكذا وطلعنا شوية ماء وحملنا اللي في نفسها ذهب. يقولون فمضت أيام فغاضبته يوما، زعلت عليه فقالت له والله ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم المسك والعنبر اللي أنا أنفقت ما أنفقت حتى أسعدك، ما رأيت مني خيرا قط. الغريب أن المعتمد هذا سقطت الأندلس طبعا مع الحروب الصليبية وتفرق وملوك الطوائف وتفرق دول الإسلام، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، إذا تفرق المسلمون تمكن عليهم عدوهم على الأسف، فسجن في سجن اسمه أغمات، سجن حتى مات وقيل قتل بسم أو كذا، فافتقرت بناته وصارت بناته يعني يشتغلن يغزلن بالصوف وينظفن أحذية الناس حتى تأكل بس من الجوع. فلما جاء يوم العيد اجتمعت بناته واستأذن أن يزرن أباهم في السجن، فجئنا لزيارته وهو في السجن وهو في شر حال وهن في شر حال، حتى قيل أن أحد بناته كانت تمسح الأحذية في الطريق فلما رفعت بصرها وإذا هو أحد حراسها قديما كان مرافق لها والآن هي تمسح حذاءه. يقولون فلما رأى بناته أنشد أبيات مشهورة، منها يقول فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأغمار يعني في الثياب البالية، ترى بناتك في الأغمار عارية أجسادهن وما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. فيقول الآن أنت تطئين في الطين وأنت ياما يعني وطأت في المسك وكذا. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذا الحكم في العموم لكن لا يعم جميع النساء، هذا يعني صفة عامة لكن تبقى عدد من النساء عندها وفاء وعندها محبة صادقة وتحفظ لسانها لا تكفر العشير ونحو ذلك. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاطف النساء
يعني كأن عليه الصلاة والسلام شد عليهن، قال أكثر أهل النار تكفرن، ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يلاطفهن، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إهانة النساء بها الكلام، فهو في يوم عيد وأمر بإدخال السرور والفرح على الناس، ولا يمكن أن يقول كلاما في جرح لهن في يوم عيد، هذا ليس من خلق عليه الصلاة والسلام. أيضا ولم يكن عتابا منه لهن، لو كان على سبيل العتاب لما ردت النساء، والنساء هنا رددنا، قلنا لما يا رسول الله، ما نقصان عقلنا، ما نقصان ديننا، هذا دليل أن صلى الله عليه وسلم ما كان وجه واحد غضبان يعاتب، ولا كان سكتنا. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لا ليس فيه وصف أن المرأة غبية، لأنه يقول إنك أنت يا المرأة بعقلك ومع نقصانه تغلبين الرجل الذكي، قال أنت تذهبين بلبه، يعني تأخذين عقله وهو حازم ومع ذلك تذهبين بعقله، مثل ما ذكروا عن الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي ما يذكر الظلم والبطش والسيف الرهق إلا ويذكر الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا معروف، ويقتل الرجل كما يطأ على النملة. فقيل له يا حجاج يوما، قيل له هل أذلك أحد؟ قال والله ما ذللت إلا للنساء، والله إني لو قبل قدم إحداهن، يعني زوجته أو جاريته أو كذا أثناء ملاعبته لها، أو يريد مثلا منها شيئا من أمر الفراش وهي مغاضبة له فيترضاها فيقبل. شوف هذا الرجل على حزمه وشجاعته وجرأته وقوة شخصيته، ومع ذلك المرأة لعبت به، لعبت بعقله. فهو عليه الصلاة والسلام هنا، عدد من الشراح يقولون هو الآن يثني عليهن، يقول أنت يا المرأة تغلبين الرجل الحازم، مثل ما قال الملك للنساء، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ونحو ذلك. قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ ليش يا رسول الله ديننا ناقص وعقلنا ناقص؟ هذا نصلي ونصوم ونقرأ قرآن، كيف عقلنا ناقص؟ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر الشهادة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ليكتب بينكم مكاتب بالعدل، ثم قال عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، إذا ما وجدتم رجلين يشهدان على الدين، جاء واحد وتسلف منك 1000 ريال وكتبت أني أنا سلفت فلان 1000 ريال، ثم بحثت عن شاهدين ما وجدت إلا واحد رجل، فقلت طيب أنا بخلي الوالدة وأختي يشهدون فشهدوا، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم قال الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قالوا حتى لو وحدة نسيت من المرأتين، نسيت الموضوع، لأن أمر الديون والأموال الرجال أكثر ضبطا له من النساء، يعني أنت ممكن مثلا تضبط الفلوس وتضبط أني سلفت فلان والعقار الفلاني أرخص والعقار الفلاني أغلى والسكن هنا كذا، أمر النفقة والأموال الرجال أضبط له من النساء، بينما هناك أمور المرأة أضبط لها من الرجال، مثلا أوصاف الناس، أنت لو يقال لك أوصف أختك ويقال لزوجتك أوصفي أخته لسارة وصف زوجتك أدق، لأن الله أعطى المرأة قوة في هذا المجال، فيؤخذ بقولها ولا يؤخذ بقولك في هذا المجال بالذات. ولذلك أمور الأموال قال الله تعالى فرجل وامرأتان، لكن ترى ليس كل شهادة تكون شهادة المرأتين بشهادة الرجل، لا، هي أشياء محددة تكون شهادة المرأتين بشهادة الرجل، لأن أمر لا يتعلق مباشرة بالنساء، يتعلق بشأن الرجال، فكأن الله تعالى أمر في الأصل إنك تحضر رجلين يشهدون على
الدين. طيب ما وجدت رجلين يا ربي، احنا مسافرين ولا في مكان كذا، ما وجدت رجلين ولا في طائرة وتسلف مني، ما فيه إلا زوجتي وأختي وأخي. فأذن الله بأن تشهد المرأتان، قال حتى تضبطوا أموالكم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وإلا شهادة المرأة تقبل في أشياء كثيرة ترى، يعني مثلا في أمور النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة حتى ما هم مرأتين. يعني لو أن امرأة جاءت عند القاضي تطلقت هي في شهر رمضان، في واحد رمضان، ثم في منتصف شهر شوال، منتصف الشهر جاءت عند القاضي وقالت أنا يا قاضي انتهيت من عدتي، يلا أنا بتزوج. قال القاضي كيف تتزوجين؟ ما مضى صك الطلاق واحد رمضان يا أختي، ما مضى عليك 3 أشهر. قالت أنا لست يائسة من المحيض، هي تحيض وبالتالي عليها 3 حيضات. فذكرت ادعت أنها حاضت 3 حيضات في شهر ونصف. ممكن المرأة تحيض، يعني علي رضي الله عنه ذكر أن المرأة ممكن تحيض 3 حيضات في شهر واحد أيضا. فقالت إنها حاضت 3 حيضات في شهر واحد، في شهر ونصف. هنا القاضي لو جاءت هذه المرأة بامرأة واحدة تشهد قبل الشهادة وزوجها. لذلك اللي يقول لك شهادة مرأتين شهادة رجل، تقول ما هو بصحيح يا أخي، أنت مثل اللي يقول المرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل، غير صحيح دائما، فقط في حالات محددة، وإلا المرأة أحيانا تأخذ أكثر من الرجل. يا أخي أنت الآن لو يموت أبوك وأنتم 10 شباب و5 بنات وترث أمك وأنتم ترثون، من اللي يأخذ أكثر، أنت ولا أمك؟ أمك تأخذ أكثر. فهنا الأنثى أخذت أكثر من الرجل. لذلك اللي يقول لك يا أخي للذكر مثل حظ الأنثيين دائما في الميراث، تقول ما هو صحيح، هذه في حالات محددة. كذلك في ميراث الجدة، في ميراث البنت، لو واحد عنده بنت وعنده ابن عم، فدخل ابن العم في الورث أو دخل أخوه في الورث، البنت تأخذ أكثر منهم. فالمقصود أن ليس مطلقا شهادة المرأتين بشهادة الرجل، ليس مطلقا دائما، وليس مطلقا دائما الذكر له حظ الأنثيين في الميراث، ليس مطلقا. إنما ربنا جل وعلا لعلمه سبحانه وحكمته ومعرفته بأحوال عباده يعني جعل الأمور بهذا الترتيب، يعلم أن المرأة ما تضبط أمور الأموال، فقال حتى تحفظوا أموالكم لا تشهد لك امرأة تشهد لك مرأتين، حتى تحفظوا أموالكم. وجئنا عند أمور النساء فقبلت شهادة المرأة الواحدة، بل حتى في استهلال الصبي. الآن يا جماعة مثلا لو أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى، ضربت بطن امرأة أخرى ومات الصبي في بطنها، هذا له مقدار من الدية يعني محدد، أقل من الدية الأصلية، يعني ليس 100 بعير، أقل منها. لكن لو أن الصبي ولد فاستهل صارخا ثم مات، هذا له حكم آخر. طيب لو جاءت الأم اللي ولدت وادعت أن الولد ولد حي، واللي ضربها على بطنها قال لا مش صحيح، الولد مات وهو في بطنك، ثم جاءوا يحتكمون عند القاضي، وقال القاضي لهذه المرأة التي ولدت أعطينا من يشهد، ما يجب عليها تأتي برجلين أو برجل ومرأتين، يكفي مرأة واحدة. لو قالت تشهد فلانة هي اللي كانت تولدني، تعالي يا فلانة أنت القابلة التي كنت تولدينها، قالت نعم، قالت تشهدين، قالت أشهد بالله العظيم أنه ولد حيا واستهل صارخا ثم مات، هنا يعتبر حكم آخر. فليس مطلقا. وترى يا جماعة يعني أنا أوجه إخوتي أو أبنائي اللي لهم نشاط في الرد على الشبهات على الإسلام، دائما إذا جئت ترد على شبهة، هذه قاعدة خذها، دائما إذا جئت ترد على شبهة صاحب الشبهة يأتيك وهو مقتنع بها ومجتمع عليها، يقولك الإسلام ظلم المرأة، ميراث المرأتين ميراث الرجل، وشهادة المرأتين شهادة الرجل، يأتيك كذا. أول شيء تفعله اكسر الإطار الذي وضعك فيه، اكسر الصندوق، مثل ما فعل
المثال الذي ذكرت لكم اللي قال الإسلام يحرم العلم والتكنولوجيا، قام هذا قال لك كلامك كذب، أنت كاذب أو جاهل. أنت قل له أيضا كلامك باطل، أنت كاذب أو جاهل. من البداية اكسر الصندوق الذي صنعه، هو حط الصندوق حتى يدخلك فيه، أنت اكسر الصندوق لا تدخل فيه. هذا في فن الحوار يعني. بالمناسبة لي مؤلف أنا في هذا الموضوع اسمه الحوار في القنوات الفضائية، الحوارات العقدية في القنوات الفضائية، ذكرت فيه آداب الحوار وكيف تتحاور وكذا. فهذه قواعد في الحوار، كيف تستطيع أنك تبدأ الحوار، لا تبدأ الحوار مع غير المسلم وأن ضعيف تشعر أني مسكين وأن أوه ماسك علي نقطتين ثلاث. يا أخي كما قال الله لموسى لما ألقيت الحبال والعصي أمامه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت عندك السند القوي، هؤلاء مجموعة سحرة أفاكين، أنت الأقوى منهم يا موسى. ولذلك هنا لما يقول لك واحد لا وشهادة مرأتهم شهادة الرجل، تقول مو بصحيح، أنت إما كاذب ولا جاهل. قال لك كيف؟ تقول أعطني بس دليل واحد أن شهادة مرأتهم شهادة الرجل، تفضل جاب لك الآية فرجل وامرأتان. تقول هذا فيما يتعلق بأمر فيما يتعلق بأمر الكتابة والأموال، لأن أمر خاص بالنساء ما هو خاص بالرجال، لأن عفوا أمر خاص بالرجال ليس خاصا بالنساء، وبالتالي ضبط المرأة له ليس كضبط الرجل، فاحتاج صاحب المال أنه يجيب اثنين، حتى لو وحدها ما حفظت الثانية تدعمها. أما في أمور كثيرة فتكفي شهادة مرأة الواحدة أيضا، ليس شهادة مرأتين، مرأة واحدة تكفي ويؤخذ بقولها. الإسلام ما جاء ينقص عقل المرأة ولا يصفها بالغباء، لكن في أحوال معينة يعني إن ربك عليم خبير سبحانه، الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وسعة علمه بعباده جل وعلا هو الذي حدد مثل هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لما ذكر النقصان العقل، قال بعض العلم من جهة حفظها وضبطها، لا يعني غباءها، من جهة حفظها وضبطها، وقال بعضهم لأنها تغلب عليها العاطفة وبالتالي هي هذا أنفع للأولاد. يعني قالوا ممكن هي تجي تشهد في شهادة المال مثلا، فترى صاحب الدين المديون مسكين يبكي ويقول والله ما أقدر أسدد، ترى الأوراق غير صحيحة، يا أخي عندي عيالي والله صار لهم أسبوع ما أكلوا فالمرأة الحين جايبينها تشهد ضدك، فقد تغلبها العاطفة، فاحتياطاً نجيب مرأتين، لو واحدة غلبتها العاطفة الثانية ممكن تتكلم أو تذكرها أو نحوه. وليس معنى هذا أيضاً نقصان التفكير، ولذلك أيضاً النساء مثلاً زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مثلاً كانت تفتي الناس وتحدثهم وتروي، وهي من الرواة السبعة للحديث، أكثر رواة الحديث سبعة من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وابو سعيد. لكن الشاهد أن لا يدل على نقصان عقلها الغباء، وإنما يدل على أن عاطفتها تغلب أو أنه في هذا الأمر المخصص. قوله عليه الصلاة والسلام هنا أيضا لما تكلم عن عقلها، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فيه عدم التثريب على الرجل إذا غلبته امرأته. بعض الناس الآن لو مثلا يواعدك ويقول لك مثلا بطلع معك المكان الفلاني، ثم يتصل بك يقول معليش يا أخي حرمتي لزمت علي أطلعهم، وقالوا طفشانين من البيت، وإحنا يوم جمعة وآخر الأسبوع وما نشوفك وكذا، أنا أعتذر منك يا فلان وبطلع عيالي. غالبا الرجل ماذا يرد على من يقول له الكلام؟ يقول أفا ما أنت برجال، تغلبك الحرمة، وين الرجولة وين؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أغلب للب الرجل الحازم، وصف المرأة أنها تغلب الرجل، هذا وصف للنساء مع أزواجهن أو ربما مع إخوانهن أو آبائهن. ولذلك لا يثرب، وهذا كلام ترى يعني كلام الشراح المتقدمين ابن حجر وابن الملقن والقسطلاني وغيره، يعني هذا من أيامهم والمرأة تغلب الرجل، فما بالك بزماننا. فلا يثرب على الرجل لو أنه ترك بعض الشيء غلبته امرأته، ما دام ليس في معصية، ما دام ليس في معصية لا يثرب عليه، بالعكس إلا كما قال يعني لا يلين معهن إلا الكريم ولا يغلبهن إلا اللئيم. النبي عليه الصلاة والسلام
في الحج، انتهى من الحج ومعه الناس ومسك الطريق بيرجع المك للمدينة، خلاص انتهى شغله. فلما نزل في المحصب ودخل على عائشة وجدها تبكي، والناس موجودين بيمشون للمدينة يبون عيالهم. فقال: لماذا تبكين؟ قالت: ترجع صويحباتي بعمرة وحج، وأرجع بحج فقط، لأن عائشة أحرمت في الميقات وكانت ناوية تعتمر وتنتهي من عمرتها وتتحلل تقص شعرها، وبعدين لما يجي يوم 8 ذي الحجة تحرم بالحج، فتكون كسبت نسكين في رحلة واحدة. لكن أول ما أحرمت جاه الحيض فما تقدر تعتمر، فأدخلت الحج في إحرامها في العمرة، وفعلت ما يفعله الحاج بس مفرد. فهي تقول: كيف الحين يعني حفصة وزينب وفلانة زوجاتك الأخريات ترجع للمدينة وهي عملت عمرة وحج، وأنا أرجع للمدينة ما عملت إلا حج، وتبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتبس لأجلها وأمر أخاها عبد الرحمن، قال: اطلع بأختك يا عبد الرحمن واحرم بها عمرة وروح اعتمروا وتعالوا. واطلعوا من النهار، ما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا آخر الليل. رجعتوا، نعم، صلي الفجر ونمشي. ولا واحد من الصحابة قال: يا رسول الله تأخرنا عشان امرأتك تأخرنا، يعني لا يلين معها إلا كريم. ولذلك ما هم مرجله الواحد اللي يعني يلومه الناس يقولون: أفا تمشيك حرمتك، أفا خلها تمشيني، وش المشكلة ما دام ليس في معصية وليس في إنقاص حقوق الناس وليس في إسراف أيضا وليس في إنما أمور عادية يمكن أن يستجاب للمرأة فيها، إيش المشكلة في هذا؟ وهذا أيضا كلام للشراح في هذا، يقولون: عدم التثريب على الرجل إذا غلب عليه حبه لأهله. قال عليه الصلاة والسلام هنا: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. قال الشراح: ليس المقصود نقصان التفكير، لا، لأن حدد شهادة المرأة، ما قال عليه الصلاة والسلام: أليس تدبير المرأة أقل من تدبير الرجل؟ لو قال كذا ممكن يقول واحد يقصد تفكيرها أقل، ولم يقل: أليس تصرفات المرأة أقل من تصرفات الرجل؟ لو قال كذا نقول نعم، يعني يقصد عليه الصلاة والسلام في العموم تفكيرها متواضع، لكن هو حدد شيء معين. يقول: المرأة عندها نقص في الحفظ يا نساء. قالوا: ليش عندنا نقص في الحفظ؟ قال: ليس لما يأتي في شهادة الأموال، في شهادة الأموال أن الرجلين إما أن يكون رجلان أو أن يكون رجل معه امرأتان. قلنا: بلى. قال: هذا دليل إن حفظك ناقص، هذا نقصان عقلها من جهة الحفظ والضبط. قال: فذلك نقصان. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. النقصان للدين هنا ليس المقصود نقصان الأجر، يعني يوم القيامة يقال الرجل: أنت عشت 80 سنة صليت فيها 10,000 صلاة فلك كذا وكذا، أنت يا مرأة عشت أيضا 80 سنة لكنك ما صليتي 10,000 صلاة، أنت صليتي 9,000 صلاة، إذا أنت أقل منه. صلت 9,000 صلاة ليس تعمدا منها ورغبة، إنما هكذا التكليف الشرعي جاء. ولذلك لا تؤاخذ المرأة على 7 أيام كل شهر اللي ما تصلي فيها، ولا تؤاخذ المرأة على 7 أيام في رمضان اللي ما تصومها، لا تؤاخذ، بل إنها تؤجر على طاعتها لله بهذا الترك، تؤجر على طاعتها لله بهذا الترك، لأنها إنما تركت الصلاة طاعة لله فتؤجر عليها، وتركت الصوم وتقضيه طبعا طاعة لله فتؤجر عليه. المقصود هنا الدين مجموعة من التكاليف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت دينك ناقص. كيف؟ الدين مجموعة من التكاليف: 150 صلاة في الشهر، 30 يوم صوم في السنة، جهاد في سبيل الله ونحو ذلك أشياء. المرأة تكاليفها أقل، ما عليها 150 صلاة في الشهر، عليها مثلا ممكن تكون 130 صلاة، يسقط عنها مثلا 20 صلاة حق 4 أيام، أو ربما ما تصلي إلا 100 صلاة، سقط عنها 50 صلاة لأنها حاضت 10 أيام. الصوم التكليف في الدين 30 يوم، المرأة صامت 23 بس، ف
فالمقصود نقصان الدين هنا نقصان التكاليف الشرعية التي أمرك الله تعالى بها. وإلا لو قصد إن دينك ما هو بزين يا امرأة كان قالت ليش ما هو بزين؟ لأنك 7 أيام في الشهر ما تصلين. قالت أجل بصلي عشان يطلع ديني كامل. لا، ما يجوز تصلين. وهذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فذلك نقصان دينها. والمرأة بلا شك هي غير آثمة في تركها للصلاة أو للصوم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه العبارة ناقصات عقل ودين إلا مرة واحدة بس. ولو كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يؤصل هذا المفهوم عند الناس لقاله مرارا ولو بأساليب متعددة. هي مرة واحدة في يوم عيد جاء للنساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار، ثم أثنى عليه الصلاة والسلام على قدرات النساء على السيطرة على الرجال، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهو عليه الصلاة والسلام قالها مرة وقالها في يوم عيد أيضا. والإسلام بالمناسبة عدل بين الرجل والمرأة لكن لم يساوي بينهما، وفي فرق بين العدل والمساواة. أنت الآن لو عندك ولدين، واحد في الجامعة وواحد في أولى ابتدائي، وكلهم طالعين الصبح إلى الدوام، هذا بيروح الابتدائي وهذا بيروح الجامعة، وجاءوا لك قالوا يا أبانا عطنا مصروف، فقمت وطلعت ريال وعطيته للي في أولى ابتدائي أو ريالين، وطلعت 5 ريال أو 10 ريال وعطيته اللي في الجامعة، فاللي في الابتدائي وقف قال يا أبي احنا حفظنا حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتق الله، كيف تعطي 10 وتعطيني ريال؟ هذا ما يجوز، هذا ظلم. فتقول لا، بل هذا عين العدل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ساووا بين أولادكم وإنما قال اعدلوا. فأنت يا ولدي التكاليف اللي عليك لا تحتاج أكثر من ريال، بينما هو التكاليف اللي عليه يحتاج 10 ريالات. يحتاج يا ولدي ربما يعبي بنزين لسيارته، يحتاج أن هناك يشتري طعام غير الطعام اللي أنت تأخذه معك للمدرسة، يحتاج. فأنت عدلت بينهما ولم تساوي. الإسلام عدل بين الرجل والمرأة، والعدلان في الأصل هما ما يوضع فوق البعير. يعني واحد بيشيل على البعير كيسين، تجد أنه يضع الكيس هنا والكيس هنا، ويجعل في الغالب الكيسين يجعلهما متساويين في الثقل. لو خليت واحد 50 كيلو والثاني 10 كيلو لأتعب البعير وصار البعير مائل. فأنت تحرص أن العدلين يكونان متساويان أو متقاربان. فالإسلام عدل بينهما لكنه لم يساوي بينهما. بالمناسبة الحائض أيضا تفطر وتدخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وخروج الدم من المرأة في الحيض هو نوع من هذا. يقول فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، قال أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود، فقال نعم ائذنوا لها فأذنوا لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. قد يقول البعض طيب كيف عرفوا؟ لأن بعض الذين يتكلمون عن تغطية الوجه وجواز كشفه أو كذا من ضمن أدلتهم يستدلون بهذا، فيقولون كيف عرف الحارس بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه زينب؟ كيف عرف أنها زوجة ابن مسعود؟ فنقول ربما اللي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولا حفصة ولا زينب أصلا، والنساء يعرف من بعض. فجاءت امرأة وضربت الباب على عائشة، ودخلت عائشة يا رسول الله في واحدة عند الباب تريد أن تتحدث معك، طيب من هي؟ قالت زينب. قال أي الزيانب؟ مباشرة الجواب جاهز، قالت امرأة ابن مسعود. قال أذنوا لها فأذن لها. فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أهل العلم اختلفوا هل هذه زكاة واجبة أم صدقة عامة. لو كانت صدقة عامة فالأمر فيها يسير، يعني أنا يجوز مثلا أني
أشتري لعيالي مثلاً الرز ومقاضي البيت وأعتبرها صدقة مني عليهم، هذا جائز، مع أنه واجب أني أنفق عليهم لكن أحتسب الأجر، هذا جائز. لكن لو عندي زكاة، عندي مثلاً 1000 ريال حال عليها الحول وزكاتها 25 ريال، فجئت بهذه 25 ريال الزكاة وشريت بها خبز وجبته لأولادي، قلت أولى الناس بالصدقة عيالي، نقول لا ما يجوز. الزكاة الواجبة ما يجوز أنك تطعم بها من تلزمك نفقتهم، المفروض هذولا تعطيهم من 1000، ما تعطيهم من الزكاة. الزكاة للفقراء والمساكين العاملين عليهم ألف قلوبهم إلى آخرة، عيالك عطهم من أصل مالك، لا تعطيهم من الزكاة. فالمرأة هنا أهل العلم قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها زكاة واجبة وبالتالي يجوز المرأة تعطي زكاتها لزوجها؟ يعني افرض أن امرأتك عندها مثلاً 100,000، زكاة 100,000 2500 ريال، فلما أقبل رمضان أنت جالس وقلت لها والله ما عندي فلوس أشتري مقاضي للبيت، وأنا أدري أن الناس يتقضون الآن، والله راتبي كله سددت به الديون، والله ما عندي إلا 100 ريال، تحتاجون شوربة وتحتاجون طماطم وكوسة ما عندي. فقالت زوجتك أنا والله شوف زكاتي 2500، تفضل هذه زكاتي 2500، اشتر مقاضي للبيت. هذا لا يجوز. لكن لو أنها قالت أنا والله أنا كل رمضان أتصدق ب2000 ريال، خذ أنت أولى من تصدقت به عليه، تفضل، نقول يعني الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. طيب متى يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها أو تعطي أولادها من زكاتها، متى يجوز؟ قالوا يجوز إذا كانت هي لا تنتفع بهذا، بمعنى رجل امرأة زوجها عليه دين وهي عندها زكاة 2000 ريال، قالت لي يا فلان خذ سدد دينك بها، هذا جائز. لكن تقول خذ اشتري بها طعاما لي، هذا ما يجوز. إذا قالت خذ سدد بها دينك، علينا أجار البيت وأجار البيت واجب عليه هو وهو المتضرر بتركه وهي وأولادها تبع له، قالت خذ هذه زكاتي حطها في أجار البيت، هذا جائز. سدد بها، صلح بها سيارتك حتى لو كان ينقلها أحيانا، لكن الأصل أن السيارة له وليست لها، ولو باعها فلوسها له وليست لها. لكن أن تقول له يا أخي أنا أحتاج طقم ذهب لزواج أختي، قال ما عندي فلوس، قالت خذ زكاتي 2000 ريال اشتر لي طقم ذهب، نقول هذا ما يجوز، أنت تلاعبتي لتستفيدي من الزكاة مثل هذا الأسلوب. إذن إذا كانت صدقة عامة فالزوج والأولاد أولى بها، وإن كانت زكاة فيجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها، ما قال لها هي زكاة واجبة يا زينب ولا صدقة، لا، إنما أباح لها أن تعطي زوجها الفقير منها. والمرأة لا يلزمها نفقة أولادها، يعني لو مثلا أمك غنية وجئتها أنت قبل رمضان وقلت يمه أنا والله وضعي المادي سيء وأنا لا أكاد أجد نفقة ساعديني، قالت والله يا ولدي هذه 3000 أنا أعددتها زكاة، خذ زكاة لك، هذا يجوز. قالوا لأن الأم لا يلزمها النفقة على أولادها، الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن، النفقة الواجبة على الزوج مو على المرأة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أما المرأة ما يجب عليها، لو زوجتك عندها 1000000 وأنت ما عندك ولا ريال لا يجب عليها هي أنها تنفق على البيت شرعا، إلا أن تفعل ذلك إحسانا وكرما منها فهذا لا بأس، وينبغي أنها تفعله، ينبغي المرأة أيضا أن تعاشر زوجها وأولادها بالمعروف، يعني بالإحسان إليهم والكرم نحو ذلك. قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، وهذا معلوم أن الزكاة والصدقة الأولى بها القريب، هم أولى من البعيد. لما قالت أم سلمة كما في الصحيح يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي، يعني عندها أمة مملوكة واعتقتها، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أخوالك محتاجين
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على أخوالها أفضل من اعتاق الجارية، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو من النار، يعني من ذلك العبد عضوا، بكل عضو من ذلك العبد عضوا من النار من هذا المعتق، بمعنى أنك إذا اعتقت أحد أعتقك الله من النار، ففضله عظيم العتق. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: لو أخبرتيني قبل تعتقيها كان أقولك لا تعتقيها، أعطيها أخوالك، تبقى خادمة تنفعين بها أخوالك أحسن من عتقها. شوف كيف أكد عليه الصلاة والسلام على الإحسان وصلة الرحم. هذا ما يتعلق بالفوائد في هذا الحديث. الحديث الذي بعده 107، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. الحديث أورده في كتاب الحيض في باب غسل دم المحيض. قولها هنا تقترص على وزن تفتعل، أي تغسله بأطراف أصابعها كأنها تقرصه. أنت الآن لما تقرص واحد تمسك بالإبهام والذي يليه وتقبض على جلده، فهي كأنها تمسك الثوب وتقرص الثوب، تفركه بأطراف أصابعها حتى تزيل أثر الدم. وهم بالمناسبة أصلاً كنا يضعن عليهن ما يمنع وصول الدم إلى ملابسهن أصلاً، كما أنه موجود هذا اليوم عند النساء، كذلك عندهن كان موجود أشياء تضعها المرأة حتى ما يصل الدم إلى ملابسها، لكن قد يصل أحياناً نقط منه. فهي طريقة غسلها تقول: أنا ما أغسل الثوب كله، لأن غسل الثوب كله أحياناً قد يفسد قماشه مثلاً في عصرهم يعني، ويحتاج أن ينشف، ويكون أحياناً ما في ماء كثير. فهي يعني ماذا تفعل؟ تلتقط مواضع النجاسة، هنا في نقطة دم تغسلها، هنا نقطة ثانية تغسلها، ثم تأخذ الماء وتنضحه نضحاً على بقية الثوب، ما تغسل الثوب كله، إنما تنضحه نضحاً إذهاباً للوسوسة حتى ما تقول يعني. هذا فيه أن الغسل الواجب هو لموضع النجاسة فقط، أما النضح فهو لبقيته. وفيه جواز ترك النجاسة على الثوب إلى وقت الحاجة إليه فتغسل، يعني بمعنى لو أنك إنسان وقع على ثوبه مثلاً بول وترك البول عليه مثلاً من الساعة 7 الصباح إلى 2 الظهر أو إلى 12 الظهر، جاء وقت الصلاة فغسله، ما عليه بأس، يعني يجوز إبقاء النجاسة، إلا أنه ينبغي إزالتها من باب إزالة القدر، لأن الصحابية تقول كان الدم يبقى وهي لابسته حتى تطهر، فإذا احتاجت إلى الصلاة بدأت تغسل مواضع النجاسة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم، الخميس القادم بإذن الله في الدرس. صلى الله على نبينا محمد.